مرحبا يا أصدقائي الأطفال، كيف حالكم؟ أنا اليوم سأحكي لكم قصة المزارع المخادع. يحكى أن مزارعا مخادعا قام ببيع بئر الماء الموجود في أرضه لجاره مقابل مبلغ كبير من المال. وعندما جاء المزارع الذي اشترى البئر ليستخدم الماء الموجود فيه في اليوم التالي، قال له الرجل المخادع: اذهب من هنا أيها الرجل، فأنا قد بعتك البئر لكنني لم أبعك الماء فيه. دهش الرجل مما سمع وتوجه إلى القاضي ليشتكي المزارع المخادع له بعد محاولات عديدة لإقناعه بأن هذا البئر لي وأنا اشتريته بمبلغ كبير والماء الذي فيه من حقي. سمع القاضي القصة وأمر الرجل المخادع بالحضور، ثم طلب منه أن يعطي الرجل بئره، إلا أن الرجل المخادع رفض. فقال له القاضي: حسناً، إن كانت الماء لك والبئر لجارك فهي قم واخرج ماءك من بئره في الحال واذهب إلى بيتك. جن جنون الرجل المخادع وعرف إن الخديعة لا تضر إلا صاحبها. انتهت القصة.